شهدت قيمة الطروحات الأولية في الخليج خلال الربع الثاني من هذا العام نمواً ب44% على أساس سنوي إلى 2,600,000,000 دولار بحسب تقرير لشركة EY. وكشف التقرير أن السعودية تواصل هيمنتها على نشاط الاكتتابات العامة في الخليج، حيث استحوذت على 61% من قيمة الاكتتابات الأولية في المنطقة بقيمة 1,600,000,000 ريال. وتم طرح 10 شركات للاكتتاب العام في الربع الثاني في السوق السعودية، منها 5 شركات في السوق الرئيسية تداول و5 شركات في نمو. أما أكبر اكتتاب شهدته المنطقة فكان طرح مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه الذي جمع 763,000,000 دولار. أما خارج السعودية فالاكتتاب الأكبر كان في أبوظبي لشركة ألف للتعليم الذي جمع 515,000,000 دولار. وكذلك شهدت البورصة الكويتية أول طرح منذ عام 2020 في الربع الثاني، هو طرح مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة الذي جمع 147,000,000 دولار. ويتوقع تقرير EY أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 23 طرحا أوليا هذا العام، يشمل 16 شركة و7 صناديق في قطاعات متنوعة. حصة الأسد طبعا تبقى للسوق السعودية. هذا النشاط القوي لسوق الطروحات الأولية في الخليج نقارنه مع تباطؤ أعداد وقيم الطروحات الأولية على مستوى العالم في الربع الثاني من هذا العام، حيث تراجع عدد الطروحات الأولية العالمية ب15% على أساس سنوي، فيما تراجعت عوائد هذه الطروحات ب31% إلى 27 مليار و800 مليون دولار.